بيبدأ المسلسل مع مذيع بيتكلم في الراديو عن حرب بدأت من 70 سنة وان مفيش حد عارف هي ليه وازاي بدأت، وبنشوف العالم وهو متدمر بعد الحرب. وفي الوقت ده بيظهر نوح، واللي بنشوفه هو بيسمع الراديو هو وابنه، وفجأة بيسمع صوت ضبع بياكل الجثث المقتولة، فبيستخبى نوح ورا العربية وبيضرب عليه نار وبيموته، وبعدها بيقطعه عشان ياكله هو وابنه. وفي الوقت ده بيسمع ناجي ابنه صوت فبيخبي نوح في العربية، وبعدها بيشوف واحد اسمه راضي واللي بيعرف ان نوح صياد وبيطلب منه يكمل طريقه بعيد عنه، فبيقول له نوح انه كويس ان لسه في حل يقتل الناس. فبيرد راضي عليه وبيقول له انه لو عرف هو مين هيقدر اللي هو بيعمله. وبعدها بيلاحظ ناجي وبيفهم ان نوح عايز يروح الجسر، واللي بيظهر انه مكان فيه حياة وبشر بعيد عن الحرب والدمار. وبيقول له راضي ان هو كمان كان بيدور على الجسر لكنه خلاص كبر، وبيشجع نوح انه يفضل يدور عليه والا هيندم زيه، فبيسيبه نوح وبيمشي. وبعدها بتظهر مجموعه مسلحه وبيقبضوا على راضي وبياخدوه للمستعمره، واللي بيظهر انها مكان موجود فيه اللي باقي من الحرب. وبنشوف واحد وهو بيتكلم في الميكروفون واللي بيحذر الموجودين من انهم لو سمعوا الراديو او اتكلموا عن الجسر هيعتبروا خاينين، وبنعرف ان لو اي حد فكر انه يهرب من المستعمره بيعتبروه خاين وبيقتلوه على طول. وبعدها بنشوف واحد وهو متضايق من الكلام اللي بيسمعه كل يوم في الميكروفون، وبيحذر والده من انه يتكلم، وده لانه ممكن يوديهم في داهيه. ولما بيوصل راضي للمستعمره بتظهر دليله واللي بتكون رئيسه المكان، وبعدها على طول بيعدموا مجموعه من الخاينين قدام راضي، وبتقوله دليله انها كانت عارفه كويس انه هيرجع وانه بقى عبره لكل اللي كانوا حاطين امل عليه. فبيقول لها انهم كان عندهم امل، على الاقل مش عايشين وخلاص. فبتقوله انهم عايشين وبياكلوا وبيشربوا. وبنعرف ان راضي ووالد دليله هما اللي بنوا المستعمره، وبتقوله دليله انه خانهم لما اتكلم عن الجسر والحياه بره المستعمره. فبيقولها راضي ان والدها مات من غير ما يقولها الحقيقه هي واخواتها، لكن دليله مش بتقتنع بكلامه وبتقوله انها ماشيه على قانون والدها، وبتضربه بالنار في راسه وبتقتله. وبعدها بتطلب من اخواتها انهم يدفنوه جنب والدها بسبب انه وصب كده. وبعدها بتظهر زينه واللي بتكون عايشه في المستعمره، وفي الوقت ده بياخدها حارس وبيحبسها في اوضه لوحدها، وفجاه بيظهر هلال وبيقتل الحارس. وبنعرف ان هما الاثنين متفقين انهم يهربوا من المستعمره، لكن هلال بيكون متردد وخايف لا يموتوه، فبتشجعه زينه وبتقوله انها مرتبه كل حاجه وان هي دي فرصتهم الوحيده عشان يروحوا الجسر ويبقوا مع بعض. وبيخرج هلال عشان يجيب الموتوسيكل اللي هيهربوا بيه، لكن واحد من الحرس بيشوف صاحبه اللي اتقتل فبيجري ورا زينه وبيضرب عليها النار، فبيخبي هلال وشه وبيهرب من المستعمره من غير زينه، واللي بينجح الحراس في انهم يقبضوا عليها. وفي الوقت ده بنشوف نوح وهو راكب العربيه وبيخاف لما بيشوف عربيات المستعمره قدامه، لكنهم بيعدوا من جنبه من غير ما يقربوا منه. وبعدها بيوصل المكان وبيطلب من ابنه انه يفضل جنبه لحد ما يملى بنزين، لكن ناجي مش بيسمع الكلام وبيدخل لمحل جنبه وبيشوف واحد وهو مقتول، فبيلحقوا نوح وبيطلب منه انه ما يتحركش تاني من غير ما يقول له. وبتطلب دليله من الرجاله بتاعتها انهم يعدموا الحارس اللي كان بيحرس زينه، وبعدها بتحقق معاه وبتسالها عن اللي كانت مخططه له، فبتكذب زينه وبتقول لها انها لقيت نفسها فجاه بره والحرس بيجروا وراها، وان هلال كان واخدها درع ليه، وحاولت انها تمنعه لكنها ما قدرتش. وبتصر زينه على كلامها ومش بترضى تغيره على الرغم من انهم بيضربوها وبيهددوها، وبتطلب دليله من اخوها انه يدور على هلال ويجيبه. وفي الوقت ده بيشوف نوح واحد في المحل فبيرفع عليه السلاح، وبيظهر ان هو هلال واللي بيحكي حكايته لنوح وبيطلب منه انه يساعده، فبيرفض وبيطلب منه انه يمشي. وفي اثناء ما بيتكلموا بيسمعوا صوت عربيات، فبيستخبوا وبيضرب نوح نار على اخو دليله وبيقتله. وبعدها بيفجر في المحل وبينجح في انه يهرب هو وابنه من الحرس، وبيفجر كل الالغام اللي سايبها في المكان، وبعدها على طول بيهرب هلال. وبتتصدم دليله هي واختها لما بيشوف اخوهم هو مقتول، وبتسال الحارس عن اللي عمل كده لكنه ما بيكونش عارف، فبتقتله دليله، وده لان هو كان اقرب واحد لاخوها ساعه ما اتقتل. وبيلوم هلال نوح بسبب ان هو اللي قتل اخو دليله، فبيتعصب عليه وبيطلب منه انه يبعد عنه، فبيقول له هلال انه ما عندوش مكان تاني يروحه، وبيهدد نوح وبيقول له انهم لو مسكوه هيعترف عليه، فبيهدده نوح بالسلاح. فبيقول له هلال ان شكله طيب وانه ممكن يحتاجه وانه لو قتله هم برضه مش هيبطلوا يدوروا عليه، فبيوافق نوح انه يساعده. وبتقرر دليله انها ما تدفنش اخوها لحد ما تلاقي اللي قتله وتعدمه، فبتتعصب اختها وبتتهمها بان هي اللي قتلت اخوهم، وده لانها هي اللي بعتته عشان صورتها ما تتهزش قدام المستعمره. وبتقول لها اختها انها عمرها ما هتبقى زي والدهم حتى لو حاولت، فبتقول لها دليله انها مش فاهمه حاجه، وده لان لو الكل عمل اللي هو عايزه مش هيبقى في فرق بين الحياه في المستعمره والحياه بره. وبيروح هلال مع نوح لبيته واللي بيبقى متضايق منه وبيقول له انه رجعه 100 خطوه لورا، وبيلاحظ هلال صوره مرسومه وبيعرف انها تبقى زوجة نوح وبنته، واللي بيظهر انهم اتقتلوا ومبقاش غير ناجي. وبترجع دليله تحقق مع زينه وبتسالها عن هلال وعن اللي كانوا هيعملوه بره، وبتهددها انها ممكن تقتلها، لكن زينه بتصر على رايها، فبتقول لها دليله ان اخوها مات بسببها وبتطلب من اختها انها تراقبها. وبيتفاجئ نوح لما بيعرف ان هلال هو كمان بيدور على الجسر لكنه مش بيرضى يجاريه، وبيقول ان وجوده في حياتهم خطر، فبيقول له هلال انه ما عندوش حياه من الاساس، وبيحاول يقنعه بانهم يرجعوا زينه وساعتها هيساعدوه في انه يروح الجسر. فبيقول له نوح انه ما عادش حمل خساره وانه اتعلم الهندسه بس عشان يعرف يعيش، وانه مش هيقدر يساعده بسبب انه مش عايز يخسر ابنه هو كمان. وفي اثناء ما بيتكلموا بيسمعوا صوت ضرب نار فبيستخبوا، لكن في واحد بيقبض
على هلال فجأة، وفي الوقت ده بنشوف غالية أخت دليلة وهي بتخرج برا المستعمرة وبتقابل عزيز واللي بيكون المذيع اللي بيحرض الناس عشان يثوروا على دليلة، وبنعرف إنهم كانوا على علاقة ببعض لكن دليلة هي اللي فرقتهم، وبنعرف إن سامي واللي بيكون صاحب نوح هو اللي خطف هلال، وده لأن دليلة دفعت له فلوس عشان يقتله، لكن نوح بيعترف وبيقول إن هو اللي قتل أخوها وبيطلب منه إنه يسيبهم، وده لأن نوح دفع عنه قبل كده أثناء الحرب وأنقذه من الموت، وبيوافق سامي إنه يسيبهم مقابل إن نوح يديله الخرائط بتاعت الأنفاق كلها، وبيقول له سامي إنه هيقدر يرجعه تاني. وبتحاول زينة إنها تتكلم مع غالية وهي بتراقبها عشان تلعب في دماغها وتساعدها تخرجها، وبتقول لها إن المستعمرة دي بتاعتها زي ما هي بتاعت دليلة وإن حقها يكون ليها كلمة، فبتطلب غالية منها إنها تقولها اللي تعرفه وهي تحاول تساعدها، فبتسألها زينة كانت حبت قبل كده، وبتعرفها إن اللي بيهربها وحبيبها وإنهم كانوا ناويين يروحوا الجسر، فبتنكر غالية وبتقولها إن مفيش حاجة اسمها جسر، فبتقولها زينة إنها بتقول كده عشان ما جربتش تخرج برا سور المستعمرة، فبتسألها غالية عن اللي المفروض تقوله لأختها، فبتقولها زينة إنه مش مهم هي تقول إيه، المهم إنها مصدقاها. وبيتكلم نوح مع هلال ومش بيقتنع إن زينة تعرف طريق الجسر، وبيطلب منه إنه يسيبه ويمشي تاني يوم، وبيقول له إنه مش هيضحي بابنه، فبيقول له هلال إن كده كده هو ميت وإن دليلة ورجالتها عايزين رقبته، وبيقول له إن هو بيلوش وإنه مش عارف طريق الجسر ولا عارف يرجع بيته ولا حتى ابنه طايقه وإن هو مستحمله بالعافية، فبيضحك نوح على كلامه، فبيقول له هلال إن هو محتاجه وده لأنه عنده هدف وهو معاه الطريق. وفي أثناء ما بيتكلموا بيسمعوا عزيز وهو بيتكلم في الراديو وبيتكلم عن زينة وبيقول عليها إنها تبقى من جواسيس الجسر، في نفس الوقت المتمردين بيسمعوه من خلال الراديو اللي ركبوه، لكن الحارس بيسمعهم وبيقبض عليهم، وبتحقق دليلة معاهم وبتهدد واحد من المتمردين لو ما قالهاش مين اللي ركب الراديو هتقتل أبوه، وبيفضل نوح يفكر طول الليل. وتاني يوم بيقرر إنه يمشي هو وابنه ويسيب هلال، لكن العربية بتعطل أول ما بيتحرك، فبينزل هو وناجي وبيركب الموتوسيكل مع هلال، وبتروح دليلة أوضة الولد اللي جمع الراديو وبتعرض عليه إنه يكون الحارس الشخصي بتاعها، وبتسأله كان بيخاف على حياتها أو هو مقتنع بكلام الراديو اللي هو جمعه، فبيقولها شاب إن هو ده رأيه، فبتضربه دليلة بالنار في دماغه وبتقتله وسط أهله. وفي الوقت ده بيروح نوح مع هلال عند واحد اسمه إحسان واللي بيظهر إن هو اللي علم نوح كل حاجة، وبيقرر إنه يسيب ابنه معاه لحد ما يرجع من المستعمرة، وبتقرر دليلة إنها تعدم زينة وبتطلب من يعقوب واللي بيكون الراجل بتاعها إنه يلم كل الأولاد اللي في الشوارع، وده لأنهم شافوا طفل صغير مع اللي قتل أخوها. وبنشوف سامي وهو بيزور فايز واللي بيكون عدو دليلة والمنافس ليها، وبيعرفوا سامي إنها بتدور على قاتل أخوها، وبيكذب وبيعمل نفسه إنه مش عارف مين اللي قتله، فبيسأله فايز عن ضرب النار اللي كان في منطقته، وبيقوله إنه عارف كل حاجة وسايبه ويلعب من وراه بمزاجه، لكن سامي مش بيرضى يتكلم غير لما فايز بيقوله إنه هيديله اللي هو عايزه، فبيعترف على نوح وبيقوله إنه مهندس وإنه يعرف كل حاجة عن الألغام والأنفاق، وبيعرفوا إن هلال كان بيحاول يهرب زينة واللي بيظهر إنها بتشتغل مع فايز. وبنشوف هلال وهو بيراقب المستعمرة، وبيخاف نوح لما بيشوفهم خاطفين أطفال صغيرين، وبيقول لهلال إنه هيقتله لو ابنه حصل له حاجة، فبيقوله إنه روح زينة وابنه في كفة واحدة، فبيقرر نوح إنه يكمل الخطة وبيدخل النفق اللي هيوصله لقلب المستعمرة، وفي الطريق بيعترف له هلال بإن هو اللي فضى بنزين العربية عشان يروح معاه، فبيقوله نوح إنه ما راحش معاه عشان مش معاه بنزين وإنه كان عارف إن هو اللي عمل كده. وفي الوقت ده بتدخل غالية على زينة وبتعرفها إنها تتعدم، فبتتصدم وبتترجاها إنها تساعدها، فبتقولها غالية إن مفيش حد ليه كلمة بعد دليلة، فبتتعصب زينة وبتقولها إنها جبانة ولعبة في إيد أختها. وبينجح نوح في إنه يدخل المستعمرة وبيطلب من هلال إنه ياخد زينة أول ما يسمع صوت انفجار، فبيسأله هلال عن اللي هيحصل لو ما سمعش صوت الانفجار، فبيقوله نوح إن ساعتها الانتحار هيبقى أفيد ليه في الحالة دي، فبيخاف هلال وبيقوله إنه مش هيمشي من غيره، فبيطلب نوح منه إنه يوصل ابنه للجسر اللي هو مرجعش، وبعدها بيسيبه وبيدخل وسط المستعمرة وبيرمي متفجرات طول ما هو ماشي من غير ما حد يلاحظه، وبتترعب زينة وهما واخدينها عشان يعدموها، لكن قبل ما تتعدم على طول بيفجر نوح مكان الإعدام، وبترفع غالية السلاح على زينة لكنها مش بتقدر تقتلها وبتسيبها تهرب، وبيقتل نوح كل اللي بيرفعوا عليه السلاح. في نفس الوقت الهلال بيدخل فيه وبياخد زينة وبيهرب، وبيهرب نوح من النفق وبيفجر في الحراس اللي بيجروا وراه، وبينجح في انه يخرج ويركب العربية اللي فيها هلال وزينة، وبعدها بيوصلوا عند فايز، والاول ما زينة بتشوفه بتحضنه، فبيتصدم هلال وبيسأل عن اللي بيحصل، فبيستغرب فايز وبيقول ان هلال بيحبها، فبتاخد زينة المسدس فجأة وبتقتل هلال، وبيتصدم نوح وبيسأل فايز عن السبب اللي خلاه يقتل هلال، فبيقول انه خاين وانه من رجال الدليلة، فبيدافع نوح عنه وبيقول انه مش خاين وان زينة هي اللي خاينة، لكن فايز كده كده كان هيقتله، وبيدي لنوح قنبلة وبينجح نوح انه يوقف القنبلة بكل سهولة، وبيسأل فايز عن اللي عايزه منه، فبيقول انه هيبقى واحد منهم، فبيرفض نوح وبيقول انه عايز يمشي، فبيقول فايز انه هيوصله هو وابنه الجسر، وبيعرفه انه عارف عنه كل حاجة، فبيقول نوح انه ما يعرفش اهم حاجة وهو ان عمره ما كان من المرتزقة، وانه مش هيحارب وهيقتل عشان مصلحة حد، وان الحرب قتلت بنته ومراته، فبتتدخل زينة وبتقول لفايز ان مش في دماغه غير الجسر، فبيقول لها ان الكل عايز يوصل للجسر، وبيعرض فايز على نوح الامان وبيقول له ان ابنه هيبقى في حضنه، وبيطلب منه انه يرتاح دلوقتي، وبيطلب من رجالته انهم ياخدوه ويحافظوا عليه، وبتروح الدليلة السجن لاختها وبتقول لها انها وهي صغيرة
صغيره كانت بتخاف من المتفجرات وبتقرف من ريحه الدم، وساعتها كانت بتاخدها في حضنها عشان ما تعيطش، لكنها دلوقتي عرفت انها غلطانه وبتقولها دليله ان البنت اللي سابتها قتلت اخوها، وبتقرر دليله انها تفرج عن كل المساجين عشان تخرج اختها. وبتدخل زينة على نوح واللي بيسالها عن اللي هي عايزاه، فبتقوله زينة انها مش عايزه تدافع عن نفسها لكنها ما كانتش عايزه تقتل هلال، وانها عملت كده عشان تحميه من اللي فايز كان هيعمله فيه. فبيقولها نوح ان هلال كان غبي عشان ضيع عمره عشان واحده خاينه زيها. فبتقوله زينة انه ما يعرفهاش ولا يعرف اللي حصل لها، فبيتعصب عليها وبيقولها ان الكل حصله زيها حرب وقتل ودمار. فبتدافع زينة عن نفسها وبتقوله انها كانت بتحمي نفسها، وانه لو كان مكانها كان هيعمل كده، وانه ما حق في ان هلال غبي وده لانه حبها، وانه كان بيكذب على نفسه زي ما الكل بيعمل. وبتسال نوح عن السبب اللي خلاه يوعد ابنه بالجسر وهو ما يعرفش مكانه، وبتطلب منه انه يوافق على عرض فايز، وناس ساعتها هتوصله للجسر، وبتقوله ان هي الوحيده اللي تقدر توصله. وفي الوقت ده بتتكلم دليله مع غاليه واللي بتكون منهاره وبتعيط، وبتقول لها انها تكلمها زي ما ابوهم كان بيتكلم عشان ما تموتش زي والدتهم. وبتقول لها دليله ان الرصاصه اللي قتلت اخوها كانت ممكن تجيب له حقه عشان لما حد يغلط يفكر 1000 مره. وبيقول لها ان المتمردين يعرفوا كل حاجه بتحصل في المستعمره واي كلام بيقولوا ما بينهم. فبتسالها غاليه عن اللي تقصده، فبتقول لها دليله انها عارفه ان هي عمرها ما هتخونها، لكنها عارفه ان هي لسه بتحب المذيع، وبتطلب منها انها تفتح الراديو وتسمعه. وبتتصدم غاليه لما بتسمع عزيز وهو بيحرض على دليله وعليها وعلى كل اهلها. وبعدها بتسالها دليله عن المكان اللي كانوا بيتقابلوا فيه، وبتتعصب على اختها لما بتعرف انها كانت بتدخله المستعمره. فبتقولها غاليه انه كان وسطهم، فبتقولها دليله ان كان وسطهم لكنه خان وهرب. فبتزعل غاليه وبتقولها انه هرب بسبب ان ابوهم ما وافقش على جوازهم. فبتصحح لها دليله المعلومه وبتقولها ان هو ده اللي هي فاهماه، وانها خبت عليها الحياه عشان ما تجرحهاش. وبتعرفها ان عزيز بيستغلها عشان يوصلها هي. وبتتعصب دليله وبتسمع عزيز وهو بيمدح في نوح. وبيتكلم سامي مع فايز وبيقوله ان نوح مش بيفكر غير في ابنه، وبيعرض عليه انه يخرجه وهو اللي هيعرف منه مكان الخرائط بتاعه المستعمره. فبيوافق فايز وبيروح نوح عند احسان عشان ياخد ابنه، لكنه بيتصدم لما بيشوفه مقتول وبيعرف ان دليله هي اللي خطفت ناجي. فبيقتل نوح الحارس اللي معاه وبيروح عند سامي وبيطلب منه انه يساعدها يخطف المذيع مقابل انه يديله الخرائط. فبيوافق سامي لكنه بيحس ان نوح بقى خطر، وبيقرر انه يقابل دليله وبيعرض عليها انه يجيب لها المذيع، لكن دليله مش بتكون عايزه غير نوح. فبيوافق سامي انه يجيب لها الاثنين وبيعرفها ان حسابه كده هيبقى كبير. وتاني يوم بيروح سامي مع نوح للمكان اللي عزيز مستخبي فيه وبيديله نوح الخرائط وبيطلب منه يوزع رجالته على كل مخارج الانفاق، لكن سامي بياخد الخرائط وبيهرب وبيسيب نوح لوحده، واللي بيقرر انه يدخل النفق. وساعتها بيشوف عزيز وهو حاطط متفجرات حوالين بطنه وبيهدده انه لو قرب منه هيفجر نفسه. وبيقول لنوح ان لو هو من المستعمره فهو عارف انه اكتر واحد بيضحي علشانهم، ولو هو من المتمردين فهو اكتر واحد بيخدم فايز. فبيقول نوح انه مش على الهوا حاليا، وبيرفع عليه السلاح وبيقول له ان واحد مجنون وجاي ينتحر في اوقات فراغه. فبيساله عزيز عن اللي عايزه منه، فبيقول نوح انه عايز يعمل معاه اتفاق. وبعدها بنشوفه وخاطف عزيز وواخده المستعمره وبيزعق في الحراس وبيطلب منهم ما يضربوش نار، وبيقول لهم ان معاه امانه لدليله واللي بتطلب من الرجاله بتاعتها انهم يخرجوا ناجي من وسط الاطفال. وبتخرج لنوح واللي بيقول لها انه مش عايز ياذي حد وانه جايب لها امانه مقابل ابنه. فبتقول له دليله ان مفيش اي حاجه تهمها غير رقبته، وبتعرفه انه كده كده ميت. فبيقول لها نوح انه غبي انه ما خلصش عليها المره اللي فاتت، فبتقول له انه ما قدرش وانه خاف. فبيقول لها نوح انه ما بيخافش من حاجه وانه مش عايز حاجه غير انه يخرج ابنه ويخليه يعيش. فبتقول له دليله انها مش هتموته لكنها هتخليه يشوف ابنه وهو بيموت. فبيمسكها نوح فجاه وبيهدد حراسها انه هيقتلها بالمتفجرات اللي معاه لو ما سابوش ابنه. فبتطلب دليله منهم انهم يسيبوا ابنه، لكن اول ما الحراس بيسيبوه بتمسكه دليله ومش بترضى تسيبه. وبعدها بتدخل غاليه على عزيز وبتقول انه وحشها، فبيقول لها ان اختها تشنقه بس هو متاكد ان في حل. فبتتجاهل غاليه كلامه وبتقول ان صوته حلو زي ما بيطلع في الراديو، وبتساله عن اللي عمله. فبيقول لها عزيز انها ملهاش دعوه وان هي بره الحسبه، وبيقول لها ان عمره ما حبها، وبيعرفها انه كان بيحب اختها وانه كان بيعمل كل ده علشانها. فبتتضايق غاليه وبتفضل تطعنه بالسكينه في قلبه لحد ما بيموت. وبيدخل فايز على زينها وبيحضنها وبيقول لها انها وحشته، فبتقول له ان هو كمان وحشها جدا. فبيسالها ان كانت هي عشان كده سابته ومشيت، فبتقول له زينه انه عارف ان هي مشيت ليه وان ده كان اتفاقهم من يوم ما اتقابلوا. فبيطلب فايز منها انها تنسى اتفاق ما بينهم، وبيعرفها ان الخريطه بتاعت المستعمره بقت معاه. فبتتعصب زينها وبتقول له ان ملهاش دعوه بالمستعمره وانها كل اللي عايزاه هو الجسر. فبيطلب فايز منها انها تنساه، لكن زينه بترفض وبتقول انه جبان وانه محبوس زي الفار بين اربع حيطان. فبيتنرفز فايز وبيضربها، وبتنجح دليله انها تقبض على نوح وابنه. ولما بتفتش في هدومه بتلاقي ورقه كاتب فيها وصيته ان لو اي حد شاف ابنه بعد ما يموت ياخده للجسر. فبتقول دليله انها مسكت متمردين وجواسيس زيه كتير، وبتساله عن اللي وراه. فبيقول لها نوح ان هي وكل اللي زيها وراه، وانه كان مهندس لكنهم علموه يشيل سلاح ويبقى قاتل عشان يحمي ابنه. فبتقول دليله انه حتى مش عارف يحمي نفسه ومفكر انه بطل وان الابطال ما لهمش مكان في الحياه. فبيقول لها نوح انه مش عايز يسمع حكم وانها تقتله لو كانت عايزه. فبتقول دليله انها عمرها ما هتحرق قلب طفل على أبوه.
ابوه، لكنها تنتقم منه وتخليه يشوف ابنه وهو بيموت. فبيقولها نوح مش من مصلحتها انها تسيبه، وبيطلب منها انها تقتله. فبتطلب من الحراس بتوعها انهم يجمعوا ناس في الساحه عشان يبقى عبره. وبيدخل يعقوب على الحراس اللي بيحرسوا مخازن السلاح، وبيطلب منهم انهم يروحوا البوابات الرئيسيه. فبيتردد الحراس، وده لان دليلة هي اللي امرتهم يفضلوا في المخازن، لكنهم بيسمعوا كلام يعقوب في النهايه وبيمشوا. وبيحاول ناجي انه يكلم والده من ورا القضبان، وبيساله نوح كان عارف ان هو اكتر حاجه بيحبها ولا لا. فبيقوله ناجي انه عارف، وبيساله عن سبب سؤاله. فبيقول لوالده عشان كان عايز يسمع ده بودانه، وبيعرفه ان اكتر حاجه وبيحبها في حياته يبقى هو. فبيديله ناجي اكل، لكن نوح بيرفض وبيقوله انه شبعان، لكن ابنه بيعرف انه بيكذب وبيقوله انه عارف انهم مش بيجيبوا اكل للكبار. فبيضحك ناجي وبيقوله انه افتكر الضبع اللي هو قتله، وان هو لو كان يعرف اللي هيحصل فيه كان زمانه بقى ارنب. فبيضحك نوح وبيطلب منه ياكل وينام. فبيقوله ابنه انه عايز ينام في حضنه. فبيطلب والده منه انه يغمض عينيه ويركز ويحس انه بيحضنه. فبيقوله ناجي انه مش عايز يموت. فبيتاثر نوح وبيقوله انه مش هيموت لحد ما يوصله للجسر. فبيقول لابنه انه عايزه هو بس. فبينهار نوح وبيقوله انه هو كمان عايزه، وبعدها بيطلب منه ينام. وبتقعد غاليه مع دليله وبتعتذر لها على اللي حصل. فبتقولها دليله انها كانت عايزه تفهم وبس، وبتعرفها انها لو جرى لها اي حاجه هي اللي هتمسك الحكم بعدها. وبتقول لها دليله ان الناس ضد نفسها، وان كل واحد فاهم الحياه بطريقته، وعشان كده هم وصلوا للحرب، وانها مهما عملت خير للناس في اول فرصه هيعوزوا يتخلصوا منها وهيشوفوها شيطان. وبيتاثر نوح لما بيسمع ابنه وهو بيعزف على الاله اللي معاه وبيغني مع باقي الاطفال. وبيتاثر الناس اللي في السجون لما بيسمعوا صوت الاطفال وبيفضلوا يخبطوا على القضبان. وبيدخل الحارس على الاطفال وبياخد ناجي. وبتسال غاليه اختها عن اللي بيحصل بره، فبتقول لها انه هيتنفس حكم الاعدام. في نفس الوقت اللي سامي بيسلم الخرايط لفايز واللي بيعلن الحرب على المستعمره. وبيتراب نوح لما بيشوف الحراس ماسكين ابنه وبيحاول انه يفلت لكنه بيفشل. وفجاه بيدخل رجاله فايز المستعمره وبيضربوا نار على كل الموجودين. فبيطلب نوح من ابنه انه يجري ويستخبى، وبتبدا الحرب وبيولع رجاله فايز في المكان. وبتاخد دليله السلاح بتاعه وبتضرب نار على كل الاعداء. وبيفك واحد من المستعمره ايد نوح وبيطلب منه يلحق ابنه. وفي الوقت ده بيدخل فايز للمستعمره وبيمسك دليله، لكنها بتفلت منه وبتضربه. وبيكتشف نوح ان الطفل اللي قدامه مش ابنه، لكنه بيخرجه بره وبيطمنه. وبيضرب فايز دليله وبيبقى عايز يضرب نار عليها، لكنها بتلحقه وبتضربه في ايده. وبتحاول انها تهرب منه، لكنه بيجري وراها وبيضرب دماغها في السور الحديد. وبينجح نوح في انه يوصل لابنه وبيقوله انه قال له انهم مش هيموتوا. وفي الوقت ده بنشوف سامي وهو واقف يتفرج على الحرب، وبيرفض انه يدخل هو ورجالته. وبتفضل دليله تضرب فايز لحد ما بتوقعه على الارض وبتبقى عايز تقتله، لكنها بتتفاجئ بيعقوب وهو بيطعنها في بطنها، واللي بيظهر ان هو الخاين وان هو ورا كل اللي بيحصل. وفي الوقت ده بتظهر غاليه وبتضرب يعقوب بالنار، لكنها مش بتيجي غير في ايده، وبيمسكها الحراس بعدها. وبيطلب يعقوب منهم انهم يحافظوا عليها وان مفيش حد فيهم يموتها. وبيصور الناس اللي في المستعمره وبيسرقوا الاكل اللي فيها وبيهربوا. وبياخد نوح ابنه وبيركبوا عربيه، واللي بينجح في انه يشغلها في نفس الوقت اللي بيشوف دليله فيه وهي مغمى عليها. فبيقرر انه يساعدها وياخدها معاه في العربيه. فبيقول لابنه انه هيوديهم في 60 داهيه. فبيقولوا نوح انهم معاهم الملكه وان هي ليها فوائد كتير، اهمها انهم هيقتلوا شرها. وبيدخل يعقوب على غاليه وهي في الحبس وبيحاول انه يلمسها، فبتهدده انها تقتله لو ما نزلش ايده. فبيقول لها انه مفيش واحده تقتل راجلها، وبيعرفها انه محتاج واحده تقعد جنبه على كرسي الحكم وتبقى حلوه زيها. فبتقول له غاليه انه عارف انها مش هتعمل كده حتى لو كان اخر يوم في عمرها. وبتحذره من دليله اختها وبتقول له انها ترجع وهتخليه عبره للكل. فبيقولها يعقوب انها مش هترجع تاني، وانها كلها 3 ايام ويتم اعلان الحداد عليها. وبيقول لها ان حظها حلو وانه ادالها فرصه كبيره جدا. وبيطلب منها انها تفكر في عرضه عشان تلحق لها مكان في المستعمره الجديده. وفي الوقت ده بياخد نوح دليله عند الدكتوره الوحيده اللي في المكان، وبيسالها ان كانت هتموت ولا هتقوم منها. فبتطمنه وبتقول انها تبقى كويسه، وبعدها بتلقح عليه وبتقول انه على طول بيغيب وبيرجع لها بمصيبه. فبيتريق نوح وبيقول لها انها الدكتوره الوحيده اللي بتساعد الناس دي كلها وسط الحرب، وانه اكيد مش هيدخل عليها ببوكيه ورد. لكن الدكتوره بتكون خايفه وبتقول له ان واحده جبروت زي دليله اكيد انقاذها هيبقى ورطه، وان اللي عمل فيها كده اكيد مش هيسيبهم. فبيطمنها نوح وبيقول لها انهم مش هيطولوا عندها. فبتقول له الدكتوره انها مش خايفه على نفسها لكنها خايفه عليه. فبيسالها نوح ان كان عندهم القدره انهم يختاروا. فبتقول له انه ممكن لا، لكن في ناس اختارت تعيش وتكمل، لكن هو قرر يختار الجسر. وبتعرفه ان الاستسلام برضه اختيار. وفي اثناء ما بيتكلموا بتدخل زينة عليها وهي مضروبه وتعبانه. وتاني يوم بيجتمع يعقوب مع الناس اللي في المستعمره، وبيقول لهم ان زمان لما الحرب قامت الناس قالت ان دي نهايه العالم وسكتوا، وان في ناس تانيه قالوا ان دي نهايه العالم وبدايه عالم جديد، وان من ضمن الناس دي الراجل اللي بنى المستعمره اللي هم واقفين عليها، وان الراجل ده كان عظيم جدا وكان من الطبيعي ان اولاده يحكموا من بعده. وبيكمل يعقوب كلامه وبيقول لهم ان والدهم لما فكر يبني المستعمره اختار هو عشان يقف معاه ويبني معاه، وان هو اللي اداله حكمته واسراره. وبيقرر يعقوب انه يفتح صفحه جديده مع المتمردين، وبيقول لهم ان موت دليله هيبقى بدايه لعالم جديد. وبيوعدهم يعقوب انه هيعوضهم عن اسود دليله، لكن في نفس الوقت هيكون اشد منها مع اللي يفكر يأذي المستعمره او شعبها. فبيتبسط الناس وبيفضلوا يهتفوا باسمه. وبعدها بيجمع رجالته الجثث وبيروح له شكري وبيقول انهم مش
لاقين جثة دليلة، فبيطلب يعقوب منه انهم يدوروا تاني، وبيقولوا ان الناس لازم تشوفه وهو بيدفنها بايده عشان الناس تسمع كلامه وتطيعه. فبيقولوا شكري انهم لسه بيدوروا وممكن انها تظهر، وبيسألوا عن اللي هيعملوه مع غالية، وبيقرر يعقوب انه يتهمها بقتل اختها. وبيتفاجئ فايز لما بيرجع لبيته ومش بيلاقي زينة موجودة، وبيطلب من رجالته انهم يدوروا عليها. وبتعالج الدكتورة زينة وبتسألها ان كان فايز يعرف ان عندها، فبتقول له زينة ان هو اللي عمل فيها كده. فبيطلب نوح من الدكتورة انها ما تصدقهاش، وبيطلب من زينة انها ترجع، فبتقول له انها لو رجعت فايز هيقتلها. فبيتعصب نوح وبيقول لها انها لو استنت هو اللي هيقتلها. فبتسكده الدكتورة وبتقول ان ده مكان محايد وانهم بيعالجوا الناس فيه مش بيموتوهم. فبتسأله زينة عن اللي هيوصله للجسر اللي هو قتلها، وبتقول له انها مقدرة انه مش مصدقها لكنها قدامه وانه يبقى يقتلها لو ما وصلتوش. فبتتدخل دليلة في الكلام وبتقول له ان زينة مش هينفع تمشي وانه لازم يخليها رهينة، وده لان فايز مش هيسيبه في حاله. فبتقول لهم الدكتورة ان مفيش حد هيفضل عندها، وده لان في ناس محتاجة تتعالج عندها. في الوقت ده بيقابل فايز سامح، واللي بيعرفه انه لقى زينة، وبياخده عند عيادة الدكتورة وبيقول له سامح قبل ما يدخله ان اللي هيعادي الدكتورة هيعادي الكل. لكن فايز مش بيفهمه وبيقول له انه كده كده معادي الكل. وبعدها بيسأل الدكتور عن زينة، فبتنكر وبتقول له انها ما تعرفش حاجة عنها وان مفيش حد عندها. فبيقول لها فايز انه غريب انها ما عندهاش مرضى مع ان المصابين كتير، لكن الدكتورة بتصر على رأيها ومش بترضى تعترف، لحد ما فايز بيلاحظ الشال بتاع زينة وبيتأكد انه بتاعها بعد ما بيشمه، وبيعرف ان الدكتورة بتكذب، وبيطلب من رجالته انهم يدوروا في المكان. وبعدها بيضرب فجأة نار على الدكتور هو بيقتلها، وبنشوف زينة وهي راكبة مع نوح وبتعرفوا مكان الجسر. فبتطلب دليلة منهم انهم ينزلوها، وبتقول لهم ان سكتها غير سكتهم. فبتقول لها زينة انها تنسى وانها تفضل معاهم لحد ما يوصلوا للجسر. فبتقول لها ان الجسر ده وهم، وبتنصحهم انهم يرجعوا. فبيرفض نوح وبيقول لها انه مش بمزاجها، وبيطلب منها انها تسكت وتسمع كلامه، وده لان اوامرها انتهت. وبنشوف شكر هو بيحاول انه يتكلم مع غالية، وده لانها طلبته، وبيقول انه بيكلمها من ورا يعقوب وبيطلب منها انها ما تحطوش في مشاكل. فبتفكره غالية باصلها وبتقول له ان اختها ما اتقتلتش وانها شافتها بنفسها. فبيقول لها شكر انه مش عايز يموت. فبتستعطفه غالية وبتقول انه كان صاحب اخوها وان هو الوحيد اللي في ايده يخرجها، وبتعرفه ان يعقوب كان عايز يتجوزها. فبيقول لها شكري ان هو كمان ممكن يساعدها لو احتاجت اكل او شرب او دواء، وبيطلب منها انها تسامحه، وبيقول لها انه مش هيقدر يعمل غير كده. وبيتكلم فايز مع يعقوب وبيقول له ان هم ملقوش جثة دليلة، فبيسأله يعقوب عن اللي يقصده. فبيهينه فايز وبيسأله ان كان سنه اثر على السمع. فبيقول له يعقوب انه وقوفه في المكان اللي ما كانش يحلم بيه خلاه ينسى وبيتكلم مع مين. فبيقول له فايز ان هو اكتر واحد يعرفه وان هو اللي لسه موقفه مكانه. فبيدخل سامح بينهم وبيطلب منهم يركزوا، وبيقول لهم ان الخطر اللي بيهددهم واحد. فبيقول له يعقوب ان مفيش حد بيهدده. فبيطلب فايز منه انه يرجع لهم حقهم ادام هو مطمن وما عندوش مشاكل، وبيسأله ان كان عايز يرجع للجحر بتاعه تاني. فبيرفض يعقوب وبيقول له انه ضيف عنده لحد ما يلاقي جثة دليلة. وفي الوقت ده بيوصل نوح للمكان اللي زينة وصفته له، وبتقول له دليلة ان دي ارض الشايب وانها كانت مشاعة نتيجة حرب قديمة. وبتتعصب على نوح وبتقول له ان دي اخرت انهم يمشوا وراه. وبترتبك زينة وبتطلب منهم انهم يرجعوا. فبتقول لهم دليلة انهم اتأخروا وبيشوفوا رجالة الشايب واللي بيقبضوا عليهم، وبياخدوا ناجي وبيبعدوه عن ابوه، وبيقولوا الشايب ان ابنه ثروة وانهم خدوا المكان امن من اللي هم فيه. فبتتدخل دليلة وبتفكروا بنفسها وبابوها، وبتطلب منه انه يسيبهم. فبيقول لها الشايب انه عارفها كويس لكنها ما تعرفش انه مش بيحترم غير القوي وبس، وانه كل اللي يعرفوا عنها حاليا انها ميتة. فبتقف دليلة قدامه وبتقول انها لسه عايشة، وبيمسكوا نوح من ايده وبيقولوا انهم هيمشوا وهياخدوا ابنه معاهم. فبيحذروا الشايب وبيسيبهم وبيمشي. وبتهديهم زينة وبتقول لهم انهم دلوقتي تحت رحمته. وبيقرر يعقوب انه ياخد 4 ستات حوامل من المستعمرة ويهديهم للشايب عشان ياخد دليلة في المقابل. واللي بتطمن نوح وبتقوله ان صحيح الشايب ما بيرحمش لكنه مش هيأذي ابنه بسبب انه محتاج له، وده لان المنطقة دي ضربت بالنووي في الحرب، وان كل اللي اتولد فيها ساعتها شكلهم عجوز لكنهم في الحياة صغيرين. وبتعرف انهم ما عندهمش وريث يدافع عنهم لما يعجزوا فعلا. فبيسألها نوح ان كانت هي دي الحرب اللي هم عايشين علشانها. فبتقوله دليلة انها مش جزء من الحرب لكنها رد فعل، وان كل اللي حصل حواليها خلاها اقوى عشان تقدر تدافع عن نفسها وعن اللي حواليها. فبتقطعهم زينة وبتقولهم ان كل كلامهم ملوش لازمة وانهم لازم يلاقوا حل عشان يخرجوا. وبعدها بيوصل يعقوب وبيكلم الشايب وبيعرفه ان معاه هدية ليه، وبيسأله يعقوب عن الجثة. فبيقوله الشايب ان الجثة حية، وبيرفض انه يرجع دليلة مقابل 4 ستات حوامل بس، وبيطلب منه 8 كمان. فبيضطر يعقوب انه يوافق، فبيوافق الشايب انه يخليه يقابلها. وبتهينه دليلة اول ما بتشوفه وبتقوله انها شمت ريحته الوحشة قبل ما يدخل. فبيقولها يعقوب انه مضطر يستحملها لحد ما يعملها جنازة تليق بيها. فبترد دليلة عليه وبتقوله انها طول عمرها كانت عارفة انه جبان لكنه كمان طلع خاين، وبتعرفه ان الخيانة عمرها قصير. فبيقولها يعقوب انه هيخليها بطلة وهيرجعها المستعمرة مقتولة وهيعمل لها احتفال ما حصلش. وفي اثناء ما بيتكلموا بيبص نوح لزينة وبيديها اشارة عشان تثبت اللي جنبها، وبيمسك نوح الشايب وبيطلع دليلة المسدس بتاعها، وبيخرجوا من الأوضة وبيهددوا الكل. وبيأمر الشاب رجالته انهم ما يقربوش وانهم يجيبوا ناجي، وبينجح نوح انه يوصل لعربيته مع ابنه وزينة ودليلة، واللي بتضرب نار فجأة على الشايب وبتقتله. وبيركب عربيته لكن يعقوب بيفضل يطرده بعدها هو ورجالته، وبيفضل نوح يرمي عليهم قنابل لحد
لحد ما كل العربيات بتقع الا عربيه يعقوب، وفجاه بتولع عربيته وبيظهر فايز وهو بيفجرها، وبيقول لسام انهم لازم يعملوا جنازه تليق بيعقوب، وبتطلب زينة من نوح انه يكمل زي ما هو ماشي. ولما بيجي الليل بيحتفل الناس اللي في المستعمره لما بيعرفوا انهم خلصوا من دليله هي ورجالتها، وفي الوقت ده بيدخل فايز عليهم وبيقول لهم انه ما بيحبش يتكلم كتير لكن بيعرفوا ان اللي هيقعد معاهم هيتبسط، وبيدي فرصه للي عايزين يمشوا بانهم يخرجوا من المستعمره من غير ما يتعرض لهم. ففي مجموعه شباب بتقرر انها تخرج، لكن قبل ما يطلعوا على طول بيفجرهم فايز، وبيطلب من الباقي انهم يتبسطوا ويكملوا احتفال. وبيترعب سامي لما بيشوفه هو بيعمل كده وبيسالوا فايز ان كان خايف، فبينكر وبيقولوا ان مصلحتهم واحده، لكن فايز بيبقى عارف حقيقته وبيساله عن اللي هو واقف معاهم بالظبط، وبيقولوا انه مش زيه وانه حقه محفوظ لكنه لو خان هيتدخلوا السجن. فبيتدخل سامي عشان يبص على المسجونين، لكن فايز بيقفل عليه فجاه وبيطلب منه ما يخافش وبيعرفه انه ضيف، وبيقرر شكر انه يساعد غاليا ويهربها من المستعمره. وفي الطريق بيسال ناجي دليلة عن السبب اللي خلاها كانت عايز تقتله هو ونوح، فبتقوله دليلة ان مش كل حاجه ينفع يفهمها، فبيقول لها ناجي انه كان بيخاف منها لكن حاليا لا. فبيتدخل نوح وبيقول له ان مفيش حد يخوف وانهم كلهم ناس، فبتقوله زينة مش دايما وان في ناس لو عرفتها هتبقى عايز تقتلها. فبتسال دليلة نوح ان كانوا لسه مخطوفين، فبيقول لها ان لو جاوبت على ابنه هيجاوبها، فبتطلب دليلة منهم انهم يسالوا الحرب. وبتقول لناجي ان ابوها كان بيحارب كل يوم وانها كانت كل يوم بتستناه يرجع، وكانت بتتمنى الموت لكل اللي بيحاربهم عشان ابوها يرجع لها، لكن والدها مات ومن ساعتها وقلبها مات معاه، وان ده خلاها اقوى وساعتها تحكم المستعمره وتحمي الناس اللي فيها. فبيسال نوح عن اللي فاضل لهم عشان يوصلوا، فبتقول له زينه انه ما عادش فاضل لهم كتير وانهم قدامهم الواحه بس وبعدها الجسر. ولما بيوصلوا للواحه بيلاقوا واحد مستنيهم، واللي بيتعرف على دليلة اول ما بيشوفها وبيقول لها انها ما اتغيرتش كتير وبيسال عن سبب رجوعها، وبعدها بيفضل يبص عليها وهي بتاكل. فبتنكر دليلة انها تعرفه وبتقول انه اكيد بيشبه عليها وانها عمرها ما جت المكان ده قبل كده. فبيسالوا نوح عن الاطفال اللي موجودين كلهم، فبيقولوا الراجل الكبير انهم فيهم اللي رجعوا من الجسر وماتوا واللي فيهم اللي ما كملش وان اللي رجع هربان من غير اهل، وبيقترح عليهم انهم يفضلوا عشان يشوف الطلع بتاعهم ويقول كلمته، وبيدي كوبايه لنوح وبيطلب منه يشرب منها. ولما بيشوف الطلع بتاعه بيطلب منه انه يسيب ابنه ويمشي، فبيتضايق نوح وبيسيبه وبيمشي، لكن الراجل بيوقفه وبيقول له ان الجسر مش جنه زي ما هو فاكر. فبيقول له نوح ان اكيد في عدل، فبيساله يعرف منين، فبيقول له نوح من اللي شافه وان مفيش اسوأ من الحرب وانتظار الموت. فبيقول له الراجل الكبير ان حرب يعرفها افضل من انه يحارب المجهول، وبيطلب منه يسيب ابنه معاه ويكبر مع بقيه الاطفال ويعمل حياه افضل من اللي هم خربوها، وبيطلب منه انه يسال دليلة عن الجسر وده لانها راحت ورجعت، وبيعرفهم ان ابوها هرب بيها وانه ساعتها عينيه كانت مليانه خوف ورعب وما كانش فاهم هو شاف ايه عشان كل الخوف ده، لكن نوح بيقرر انه يمشي وما يسمعش كلام الراجل الكبير. وبعدها بتطلب زينة منه انه لازم يعسكروا في المكان اللي هم فيه بسبب انها منطقه خطر. ولما بينزلوا من العربيه بيطلب ناجي من والده انه يحكي له حكايه، فبتحكي له زينة وبتقول له ان كان في مره ولد كان بيتحدى اصحابه انه ممكن يعمل اي حاجه مهما كانت صعبه، وفي يوم طلبوا منه انه يجيب الشيطان من ارض الشيطان اللي في الجبل، فوافق الولد وجاب شوال كبير واول ما طلع الجبل هجم عليه وخده لاصحابه، وانهم ساعتها اتضايقوا منه واتغاظوا، فسالوه انه قدام هو يقدر يعمل كل حاجه ياخدهم لحد الجسر. فبيسالها نوح تعرف طريق الجسر منين، فبتقول له ان راضي كان قايل لهم عليه. فبتتدخل دليلة في الكلام وبتقول له انه كان صاحب ابوها وانه كان بيثق فيه زي ما هو وثق في زينة بالظبط، فبيقولها ان هو اللي عرف والدها طريق الجسر، فبتقول له دليلة انه عمل كده عشان خاين. فبيسالها نوح عن السبب اللي خلاها تخبي الجسر على الناس وانها كانت عايزه تخلي الناس يفضلوا عبيد تحت رجليها عشان تفضل تحارب بيهم، فبتقول له دليلة ان هو اللي بدا الحرب دي لما قتل اخوها، وبتعرفه ان الناس بتجري ورا الممنوع حتى لو كان شر، وبتقول لهم انهم عرفوا مكان الجسر دلوقتي وانها مش هتروح معاهم. فبيمسكها نوح وبيقول لها انها مش هتمشي وانهم كلهم هيروحوا سوا. وتاني يوم بتهرب غاليه من المستعمره مع شكري وبتقابل باقي الرجاله بتوع اختها واللي هربوا من المستعمره هم كمان، وبتقول لهم انها عارفه ان عددهم مش كتير لكنهم ما عندهمش حاجه يخسروها وان في ناس كتير زيهم على الطريق، وبتوعدهم ان عددهم هيزيد. وفي الوقت ده بيصحى نوح وبيلاقي نفسه في الصحراء لوحده مع دليله، فبيتراقب على ابنه وبيفضل ينادي عليه لكنه مش بيرد. فبتساله دليله ان كانت هي دي البنت اللي وثق فيها وسمع كلامها، وبتعرفه ان هو ده شغل جواسيس الجسر، وبتشمت فيه وبتقول انه قتل اخوها وضيع اختها وضيع ابنه وانه يستاهل كل اللي بيجرى له، وبتقول انها تمشي، لكن نوح بيمسكها وبيربطها في العربيه وبيفضل يدور على ابنه لحد ما بيسمع صوته وبيلاقيه هو ماسك في زينه في قلب البير وبيطلب منه يساعده. فبيخرجهم نوح وبيزعق لزينه وبيسال عن المكان اللي كانت واخده ابنه فيه، فبتقول انها كانت بتدور له على ميه عشان عطشان لكنها لقيت البير فاضي وانه كان مصياده، وبتقول ان الجسر قدامه. وفي اثناء ما بيتكلموا بيشوفوا مجموعه ناس قدامهم وبيقول لهم زعيمهم ان البير نشف ومفيش اكل ولا شرب، وبعدها بيخطفهم عشان ياكل لحمهم، وبعدها بيمسكوا ناجي وبتسالهم زينه عن اللي خلاهم يعملوا كده والجسر قدامهم، فبيقول لها انهم مطاريد الجسر وحراسه وان وجوده هيفيدهم، وبيطلب منها انها تتخانق مع نوح واللي هيتقتل هياكلوا لحمه. فبتبدا زينه تتخانق، ولما بيمسكها نوح بيطلب منها انها تعمل نفسها بتقتله بجد، وبتزقه ناحيه البوابه فبتجرحه فعلا، وبياخد نوح منها السكينه وبيخرج الناس المحبوسين. وفي الوقت ده بتنجح
دليلها في انها تفك ايديها وبتروح المكان اللي نوح فيه وبتضرب الراجل اللي بيجري وراه بالنار، فبياخد ابنه وبيجري بسرعه ورا زينه وبيروح ناحيه الجسر وبيتبسطوا وهما ماشيين، وبتمسك زينه ايد ناجي وبتسبق نوح، وفجاه بيدخلوا من البوابه وبتتقفل بسرعه قبل ما نوح يدخل معاهم، وبينهار وبيفضل ينادي على ابنه. في نفس الوقت اللي الحراس اللي جوه الجسر بياخدوا ناجي عشان يكشفوا عليه، وبنكتشف ان زينه كانت بتعمل كل ده عشان تخطف ناجي. وبيخلص المسلسل. الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.